معانا كمان الأستاذة منة من القاهرة. أيوة يا فندم، مساء الخير. السلام عليكم يا عليكم. فندم. السلام عليكم فندم، اتفضلي. أيوة يا فندم، هقول لحضرتك بالنسبة للعشر نقاط اللي حضرتك أثرتهم، طبعا هم في كل بيت مصري دلوقتي. الفكرة، بس الفكرة يا فندم، إن في كل بيت الشهرة بقى مصري موجودين بتوصل، ولا مش موجودين؟ لا مش موجودين خالص طبعا، لا أكيد حول ولا قوة إلا بالله. أكيد أكيد لا العشرة، والله بلا مبالغة حضرتك يا فندم. المهم أنا وصلت معاه لآخر حاجة، وهي كل واحد في حاله بقى، يعني إيه طب الهدف؟ أسألك يعني حاجة، إيه أنا أسألك في مكان وأنا في مكان؟ أستاذة منة، ممكن تسمحي لي ناخد وندي مع بعض؟ يعني يا هو ريت يا ريت العشرة يا مش فندم، أنا عنده، يعني ما تصورش حضرتك أنا بحبك قد إيه. ربنا يعز حضرتك يا رب، يعني العشرة مش عنده، طب وكم واحدة عندنا وكم واحدة مش عندنا أنا كمان؟ مش عندي انا كمان، والله يا فندم انا مش عشان حضرة النبي، عشان هكون بص مع حضرتك حضرة والله. النبي دايما كان بيعملنا إيه؟ حضرة النبي في تمام الحياة دايما كان بيحمل لنا حاجة اسمها المراية، وده تدريب بنعمله في الإرشاد الزواجي. إيه المراية؟ ايوه فندم. حضرة النبي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فأقف تمام كده في المراية أقول تمام العشرة دول موجودين عندي، إيه موجود عندي منهم؟ طب ولا للاسف كانوا موجودين كلهم والله يا فندم. طيب وإيه اللي وداهم وإيه اللي مشاهم؟ هو دول مش العامل طاعات، هي الطرف دي مش طاعة؟ الاخر، يعني انا كل حضرتك ما اسمع حب الرسول عليه الصلاه والسلام لزوجته خاصه عائشه، طبعا انا ببكي انا ببكي فعلا فعلا يا فندم. الحاجات دي يعني مش موجوده في عالمنا ده نهائي، لما في الجنه بقى نبحث عنها في الجنه ان شاء الله. يعني والله. فالسؤال بقى، وعشان كده هل الحلقات نصيب بتاعتنا، الكذب؟ على فكره يا استاذ منة، احنا الحلقات بتاعتنا اسمها ان الحب حقيقه، وده موجود في الدنيا والله، وفي ناس بتعمله. يعني يا خليني ريت اقول لك في يا ناس فندم، بتعمله. والله هو كان موجود والله يا فندم، والله يا مولانا كان موجود يعني. خلاص طيب سؤالك بقى يا استاذ، وصلنا. سؤالك يا انا استاذ منة، يعني انا في منطقه دلوقتي اللاعوده، يعني ايه مفترق طرق؟ احنا وصلنا خلاص مفترق طرق فعلا فعلا، ان السن عدى كمان، السن العمر حضرتك يعني في الستينات، وهو اتجوز مرتين، ومره منها عرفي ومره خيانه، يعني حاجات كده. فانا وصلت للمرحله، ولادي بيدعوا عليه، يعني بيدعوا عليه يا فندم بجد، بيتمنوا موته من سوء معاملته ليا، من سوء معاملته ليا. فانا طيب طبعا بنهاهم عن الكلام ده لانه سؤال حرام، سؤال لانه سؤالك يا حرام. استاذه منى، السؤال، هل عليا انا اعذر بكتر الاسوء، قمه الاسوء اللي انا شايفاها انا والولاد، ان انا اهجر؟ ان فعلا انت ايه، ان انت انا ايه، سبت البيت كذا مره على فكره، يعني انا سبت البيت كذا مره بس للاسف رجعت، للاسف رجعت. السؤال لا الثاني مش بس اخد للاسف، من السؤال حضرتك بقى، ثانيه السؤال واحده. بتقولي لي ايه؟ نعم بتقولي لي ان انت حرام عليك ان انت تعملي ايه؟ ان انا اهجر كل واحد في اوضه تهجري يعني للاسف، تسيب يعني البيت وتمشي؟ لا الهجر، والهجر لما رجعت يعني تتوقفي عن العلاقة الخاصة. أسوأ انواع الهجر حضرتك يعني. طيب حاضر، اقول لحضرتك. طيب انا مش عارف اقول ايه، ان واضح ان الحلقة مش هتكون اخر حلقة عن الاهتمام. يعني انا جيت للحق، انا متوجع، يعني انا ارجوكم انقذوا بيوتكم، أرجوكم انقذوا بيوتكم كده، يعني ده لله. يعني أنت لو قاعد بتبص في الموبايل بتاعك، أو منتظر الماتش، أو لو سمحت يعني بعد إذن حضرتك، يعني لو قاعد على قهوة قوم لو سمحت الحق بيتك. أنت مش، أنت ربنا سبحانه وتعالى مش جايبك هنا عشان تسيب كل حاجة تتحل بالزمن، مفيش حاجة هتتحل بالزمن. هتتحل بانك انت تقوم بواجباتك، تقوم بواجبي عليك. اوعى تقول لي انت مشغول، او انت اوعى تقولي لي ان انت مشغوله. ربنا بيوسع، عيد هيكله وقتك، عيد تنظيم وقتك مره تانية. انا بقول لكم احنا عندنا تجارب وعندنا ابحاث بتقول ان احنا بنعيش 4% من حياتنا بس، و96% بنعيش حاجات ولا ليها لازمه وحاجات مش حياتنا. أرجوكم استردوا تاني مرة تانية الدفء والحب والأمان في البيوت. أظن إن البيوت بتنادي عليكم.